إذا كنت بتوصل لنهائي بطولة أفريقيا للمرة الأولى في تاريخك، فهيكون في حالة من الضغط وحالة من التوتر وحالة من الشد العصبي. لكن الصور واللقطات اللي حضراتكم شفتوها لنجوم النادي الأهلي بتقولك إن الفريق ده واللعيبة دي متعودة العادي إنها توصل لنهائي دوري الأبطال، بل إنها وصلت في آخر 7 نسخ لست مرات أو لست مباريات نهائية في بطولة دوري الأبطال، فالأمور ما فيهاش أي تنشنة وما فيهاش أي شد عصبي، وبإذن الله ده يكون واحد من العوامل اللي هتفرق معانا كتير قوي النهاردة. ممكن يكون الضغط أكتر على الوداد اللي هيلعب مع النادي الأهلي زعيم قارة إفريقيا على أرضه وفي ملعبه وفي وسط جمهوره، كيف ستكون المواجهة وكيف سيواجه مارسيل كولر سفين فاندن بروك مدير الفني ل الوداد المغربي. هنتعرف على تفاصيل السيناريو مع واحد من كبار نجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير عادل طعيمه، هو ضيفنا النهارده في السادسه في الحلقه الخاصه جدا بمناسبه نهائي افريقيا. مساء الخير يا كابتن عادل. سامور يا احمد. واحد واحنا قدامنا خلاص 3 ساعات، هل تعتقد ان ال3 ساعات دول يفرقوا في مواجهه من العيار الثقيل؟ هل مطلوب من لعيبه النادي الاهلي او من الجهاز الفني للنادي الاهلي انه يشتغل بشكل معين في ال3 ساعات دول؟ هل الساعات دي تحدث الفارق زي ما بيقولوا؟ لا طبعا، لان هو من ساعه ما جه كولر ويبقى فيه كان فيه نظام، النظام ده بعد فتره عرف الثقافه بتاعه اللاعب بتاعنا والجو بتاعنا وازاي اللاعب يقدر ان هو يطوره، هو ماشي على نظام وسيستم معين والنظام ده ما بيغيروش. ايوه. فال3 ساعات دول هو عامل حسابه لو من الرجاء والترجي وكل الماتشات اللي احنا لعبناها بما فيهم السوبر والكاس لمصر وكل الامور ديت كلها، كان الاداء في نوع من التذبذب ثم نوع من الثبات اخر 12 مباراه كلهم على اعلى مستوى من التكتيك والروح القتاليه والانسجام في الاداء. أيه. والاداء اللي فيه جمال وفيه الى جانب الجهد في نوع من انواع قرايه المنافس ايا كان محلي او افريقي او دولي، وبالتالي ال3 ساعات دول مش هيفرقوا معانا. ليه؟ لانه اللعيبه زي ما حضرتك تفضلت عندهم من الخبرات. صحيح. يعني انت وصلت كاس عالم طبعا، وصلت نهائي افريقيا 15 وتعودت مره، وتعودت على اللعب مع كبار العالم. النهارده انت لعبت بايرن ميونخ، لعبت ريال مدريد، لعبت فلامينجو، لعبت بالميراس، لعبت الهلال، لعبت سياتل ساوندرز، لعبت مونتريال المكسيك، يعني من كل قارات العالم استقبلت ابطالها، وفي ماتشات كتيره جدا حتى بما فيهم اللي خسرتها كنت بتقدم عروض كبيره جدا. ان نمت عن شايفها بتنوم عن او بتنم عن ثقه كبيره جدا في التيشيرت اللي اللعيبه لابساها. اكيد التيشيرت مفيش يعني ادنى شك انه بيضيف للاعب قيمه طبعا قبل ما يجي النادي الاهلي، والجمهور اللي حضر النهارده اكيد برضو اضافه كبيره.